كنت متحمس لمشاهدة الجزء الأخير من هذه السلسلة المشهورة من أفلام الرعب رونج تيرن، ولكن مستوى الأفلام للأجزاء الأولى وخصوصا الجزء الأول والثاني والثالث كان أعلى بكثير من الجزء الأخير. لنتابع التفاصيل. أسعد الله أوقاتكم متابعي ومتابعات قناة الرعب The Horror الأعزاء. اليوم سوف أقدم لكم مراجعة كاملة عن الفيلم الجديد 2021 من سلسلة أفلام الرعب المشهورة للمنعطف الخاطئ رونج تيرن. إذا كنتم من محبي كل شيء يخص الرعب من أفلام وقصص ومشاهد رعب حقيقية وكل ما هو جديد وممتع فيما يخص الرعب، اشتركوا في القناة وفعلوا زر التنبيهات الجرس ليصلكم كل ما هو جديد وممتع أول بأول. كما قلت لكم، أنا كنت متحمس كثيرا لمشاهدة الجزء الأخير من هذه السلسلة المشهورة من أفلام الرعب، ولكن مستوى هذا الجزء الأخير كان أقل من الأجزاء الأولى لأنه كان فيه بعض السلبيات التي سنتابعها أول بأول في هذا الفيديو. فيلم الرعب والإثارة رونج تيرن الجديد تبلغ مدته حوالي 1:50. تبدأ قصته بمجموعة من الأصدقاء يذهبون للتنزه في طريق الأبلاش، ويظهر لهم مجتمع من البشر الذين عاشوا في الجبال منعزلين لمئات السنين، لتبدأ معركة دموية فيما بينهم للبحث عن النجاة ومحاولة الهروب منهم. حيث قبل مئات من السنين ونتيجة للاضطرابات التي حصلت في الولايات المتحدة الأمريكية، قامت عدة عوائل باللجوء إلى جبل، قاموا بانعزال عن الآخرين وقالوا أن في يوم من الأيام إذا انتهت أمريكا فنحن سوف نكون أساس أمريكا الجديدة. حيث أن الفيلم من إخراج مايك بي نيلسون ومن تأليف ألان بي ميكلوري. بدأت هذه السلسلة من أفلام الرعب عام 2003، حيث تحتوي على 7 أجزاء، والجزء الأخير هو الجزء 7 من هذه السلسلة، حيث تم إصداره في هذه السنة قبل حوالي شهر. وأحداث هذا الفيلم تم تصويرها في مكان طبيعي رائع، حيث كان الإخراج نوعا ما رائع، لكن هنالك بعضا من السلبيات، حيث تم دخول مجموعة من الشباب لمكان خاطئ نتيجة مسيرهم للخروج والتنزه في أحد الأماكن، مما جعلهم أن يمرون عبر طريق خاطئ وتقع عليهم جذع شجرة كبيرة، مما يؤدي إلى أذيتهم ووفاة أحدهم. حيث واصلوا المسير للخروج من هذا المكان المخيف، لكنهم ظلوا الطريق واستمروا بالمسير عبر هذا المكان، وغايتهم هي الخروج من هذا المكان المنعزل والمخيف. الفيلم تم نشره في بداية هذا العام الجديد عام 2021، وهو من تمثيل أداين برادلي وأدريان فافيلا وبيل ساد وشارلوت فيجن وكاري سكوت ألين وديسي هيد وداميان موفي ودانيال هيل. صحيح أن التمثيل لم يكن ممتازا، لكن لا بأس به، وأنا منذ أن بدأت الأحداث كنت متحمسا ولم أشعر بالملل إطلاقا خلال مشاهدتي هذا الفيلم الرائع. وبغض النظر عن كل الانتقادات للفيلم، لكن أنا بصراحة شاهدت قصة رائعة جدا وجديدة غير مألوفة أعجبتني كثيرا. لقد تابعت سلسلة رونج تيرن بنسخها 6 السابقة، إضافة
للنسخة السابعة الحالية نسخة عام 2021. ورأيي بدون مجاملة هو أن النسخة الأولى والثانية والثالثة هي أفضل النسخ، حيث الأحداث الرائعة والإخراج الجميل والتمثيل الممتاز، بالإضافة إلى أهم شيء وهو القصة الرائعة والسيناريو الأروع. أما النسخ الرابعة والخامسة والسادسة كانت أقل مستوى، حيث كانت الإثارة والتشويق فيها أقل من سابقاتها، والأداء كان أقل من المستوى المطلوب. أما النسخة الأخيرة السابعة التي نتحدث عنها الآن فأعتبرها نسخة مستواها متوسط نوعا ما. وبشكل عام في كل النسخ كاملة ستجد التصرفات اللامنطقية في بعض الأحيان من بعض الممثلين، تصرفات غير واقعية. فمثلا في النسخة الجديدة نسخة عام 2021 عندما تدحرج عليهم جذع الشجرة كان مشهدا باهتا، حيث إن من المستحيل أن يتدحرج ذلك الجذع بتلك السرعة والقوة إلا إذا كان الذي رماه مدفع دبابة مثلا. إضافة إلى السذاجة في ردة الفعل للشباب، فأغلبهم يركضون لأمام الجذع بدلا من الركض للجوانب. بكل بساطة عند مشاهدتي هذا المشهد عرفت أن هنالك الكثير من حركات السذاجة القادمة، ولم يخيبوا أملي فعلا. لكن أنا أتمنى أن تشاهدوا الفيلم لأنه بصورة عامة ورغم بعض من السلبيات التي فيه، لكن بالنتيجة أنا أعتبره من الأفلام الجيدة وفيه إثارة وتشويق نوعا ما إلى آخر دقيقة. سوف تستمتعون بالأحداث الجميلة والجديدة، حيث إن بطلة الفيلم كان دورها رائع جدا، حيث إثر اختفائها لعدة أسابيع مع أصدقائها بدأت الشكوك تحول حول والديها، مما دفع والدها للذهاب والبحث عنها لاسترجاعها. ولكن بعد محاولات عديدة استطاع أن يصل إلى الجبل المخيف المنعزل تماما، والذي يحتوي ويعيش فيه مجموعة من البشر، والذي يسكن فيه منذ مدة طويلة مجموعة من البشر المخيفون، حيث من يذهب هنالك إما أن يقتل أو يبقى هنالك للأبد. وبعد أن استطاع والدها استرجاع ابنته بصورة مخيفة وبصعوبة كبيرة، وصلت الفتاة إلى بيتها مرة أخرى، ولكن بقي الوحوش بمطاردتها مما أوصلهم إلى بيتها. والقصة مثيرة ورائعة، وأنا أنصحكم بأن لا تفوتكم أحداث هذا الفيلم الرائع. وفي بعض الأحيان سوف تلاحظ أن الفيلم لا ينتمي إلى سلسلة أفلام رونج تيرن الستة السابقة، والسبب الرئيسي الذي شعرت بذلك هو عدم وجود المسوخ آكلي لحوم البشر كما كان في الأجزاء السابقة، فيما عدا مفقوئي العيون وهم ليسوا مسوخ. وفي النهاية أعطي تقييمي للفيلم الجديد درجة 5/10، أي إنه برأيي متوسط المستوى. وفي نهاية الفيديو أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذه المراجعة البسيطة للفيلم المشهور رونج تيرن إصدار عام 2021. أتمنى أن تضعوا تعليقاتكم الجميلة وتعطوني آراءكم وتعليقاتكم حول الفيلم الجديد، وأنصحكم بمشاهدته، والقادم أفضل بكثير. تحياتي لكم يا أبطال الرعب، إلى اللقاء.